بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية يا ريت احبابنا قبل اي شيء بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو لان انتوا بتعلقوا وما تنسوا الاشت... تعملوا لنا لايك للفيديو يعني الناس اللي بتعلق وتنسى اللايك ما تنسوش اللايك يا احبابنا لان اللايك مهم جدا واهم من التعليق كمان ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش ان شاء الله النهارده معانا مقطع جميل جدا ومميز وحصر لقناتنا معانا ركن بشكل جديد جدا 8 متر النظام كنبتين مترين وكنبتين مترين الزبون طلبها كده محبش يعمل زاويه في الركن الوانها منتهى الجمال لون عسلي فاتح ولون بني معمول فيها شغل جامد جدا ده اليد من بره متقسمه نظام مربعات كل مربع معمول على راسه مسمار نيكن عشان يدي شكل اليد معموله بني ده الستر زي ما حضراتكم شايفين وده الشلتة الشلتة معمولة نظام سن إبرة يعني بنعمل فيها مربعات بالخيط بتبقى جميلة جدا والحيطة بتاعتها لونها بيج الحيطة اللي هي الوش بتاع الشلتة يعني الصدر بتاع الكنبة زي ما حضراتكم شايفين كده معمول بني كرمة ودي الترابيزة معمولة برضو بني بني فاتح في بني غامق زي ما حضراتكم شايفين كده ده نص لامع منتهى الجمال ما شاء الله كمان المخدات زي ما حضراتكم شايفين واللي هي التكيات الصوره ونظام كرمه برضو الوانها في منتهى منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين ده الصدر بتاع الكنبه معمول نظام كابوتيني او كرمه وطبعا الكابوتيني معمول فيه مسمار نيكل هنقرب لحضراتكم اهو ده مسمار نيكل في كابوتيني من الصدر عشان يدي منظر زي ما حضراتكم شايفين التكايات لونين في لون وردي ولون مربعات اللي هي سنبوكسات صغيره ركنه ما شاء الله الوانها جميله جدا ومقاسها محكم الحمد لله بفضل الله المقاسات بنعملها محكمه جدا على الحوائط مابقاش فيه فراغات من اجمل الركن اللي عملناها كالوان يعني بصراحه الوانها جميله جدا ما شاء الله ما تنسوش بس اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو وتدعمونا بالاشتراك اللي لسه ما اشتركش واكتبوا لنا في التعليقات لو في حاجه لو عايزين الاسعار او اي شيء او المكان اكتبوا لنا في في القائمه والسلام